النهارده دكتور حسام الجندي استشاري امراض القلب لندن. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور كنا عايزين نعرف ايه الدور اللي بيلعبه الكوليسترول في امراض القلب والاوعيه الدمويه. هو طبعا الكوليسترول من الحاجات المهمه جدا ان الواحد يحاول يحافظ على المستوى بتاعه قليل. مش بس كده، في حاجه اسمها الكوليسترول الجيد والكوليسترول السيء، والمفروض الواحد يحاول يخلي الكوليسترول الجيد اعلى والكوليسترول السيء اقل. المشكله متهيالي ان المريض ان احنا بندور على الارقام العالميه وبنحاول نقيس بيها. الارقام العالميه مبنيه على المواطن الانجلو ساكسوني عموما، لكل الابحاث العالميه اتعملت عن المواطن الانجلو ساكسوني. ده نسبة الكوليسترول فيه مختلفة عننا كمصريين أو كناس من الشرق الأوسط أساساً. إحنا الكوليسترول بتاعنا المفروض يكون أقل كتير جداً من الكوليسترول حتى بالنسبة العالمية، لأن برضو أمراض القلب عندنا لأسباب جينية بحتة أعلى كتير جداً. ففي مقولة بالإنجليز ماذا لور ذا بيتر، أو كلما يقل كلما يكون أحسن. طبعاً الأكل المصري للأسف بيحتوي على نسبة دهونات مهدرجة كتير جداً، والمفروض إحنا نحاول نتبع الأكل الصحي الغذائي اللي هو أعتقد أنتوا في اسكندرية عندكم فرصة أكتر، اللي بيسموه أكل البحر المتوسط، اللي هو خضروات كتير، فواكه كتير، البعد عن كل أنواع الدهون بكل أنواعها. أوكي، وإيه برضو الدور اللي بيلعبه مرض السكر؟ مرض السكر فيه مشكلتين كبار جدا. المشكله الاولانيه ان هو بيخلي الشرايين تسوء حالتها في سن صغيره، اصغر كتير من الانسان العادي اللي ما عندوش مرض السكر. المشكله الثانيه ان تشخيص الذبحه في حد ذاتها صعب جدا في مرضى السكر، لان الاطراف العصبيه ما بتحسش بالالم، وبالتالي ممكن الطريقه اللي يظهر بيها المرض تكون مش واضحه، ممكن يكون مجرد نهجان في القلب، مجرد ارهاق، لكن الصوره الواضحه اللي بتتشاف في الافلام المرض اللي بيمسك صدره من الالم وكده ممكن ما تبقاش واضحه في بتوع مرض السكر. فهو مرض السكر لازم مريض السكر يبقى عارف كويس قوي ان الاعراض عنده ممكن ما تبقاش اعراض زي ما بيبقى واضحه بالنسبه له. هل تناول الاسبرين يوميا ممكن يمنع النوبات القلبيه زي ما كانوا؟ هو تناول الاسبرين يوميا لمجموعه معينه من الناس، زي على سبيل المثال اللي جالهم جلطات قلبيه قبل كده، او ناس عندهم بعض الضيق في الشريان بس مش ضيق كامل. مش بيمنع مرض القلب، بس الناس دول بالتحديد، لان احنا عارفين ان عندهم كميه دهون مترسبه في الشرايين لو انفجرت ممكن الاسبرين يحاول يقلل من احتماليه ان هو يجي لهم ذبحه كامله او جلطه كامله. لكن مش لكل الناس، لان ما تنسيش ان مفيش حاجه في الدنيا من غير ثمن، والثمن ممكن يكون ان هو يجي له نزيف او يجي له اعراض جانبيه ثانيه من الاسبرين. فانت جروب مجموعات معينه فقط اللي عندهم نسبه اعلى للتعرض للجلطات هم اللي هيستفيدوا من الاسبرين يوميا، مش كل الناس. اوكي، ميرسي جدا لحضرتك، شرفتنا. ميرسي خالص.